كارثة العصر. يسعى بعضهم لرفع روح التضامن بين الناس يسعون خلف مصالحهم السياسية، لتذهب مصالحكم السياسية إلى الجحيم. نحن نسعى لتضميد هذه الجراح. قولوا خيرا أو اصمتوا، لا تقولون خيرا ولا تصمتون بل تسعون في الشر. هذا معيب، وأؤكد هنا على نقطة أخرى لكل مواطنينا في الولايات المحافظات العشر في تركيا مع أعمال الإخلاء. هناك ما يزيد على 70,000 شرطي وما يزيد على 60,000 دركي من عناصر الجندرمة، المجموع 130,000. وأيضا هناك خفر السواحل 131,000. الآن هناك الأجهزة الأمنية التي تحقق الأمن إلى المحافظات وحتى القرى وتقوم بالنقل ودعم اللوجستي والتنقل. هنالك جهود مستميتة تقوم بها هذه الأجهزة الأمنية، لكن أولئك المشوهين والمحارضين يسعون في فترة شعبنا أشد ما يكون فيها حاجة إلى الدعم العون، يحاولون تفرقة هذا الشعب وتشكيلة هذه التصورات المغلوطة. نعيش هذا كله، ما من ذنب أو جريمة ستمر دون عقوبة. الآن تم اعتقال العديد من الناس بسبب هذه الأحداث التي ذكرتها. هناك مزيد على 20 حادثة اعتقال جرت، وكل حادثة أصدقاؤنا يقومون باللازم بشأنها. أصدقاؤنا يقومون بتأمين المساكن والمخيمات والطرق